السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في أول فيديو اللي متعلق بباك أحرار 2022. باك أحرار 2022 فغيمون كنا ولفتونا في مادة اللغة الفرنسية، ولكن بالعكس حنا بغينا أننا نوعوا في هذه المواد هذو. يعني أنا كنخدم في الفرنسية وميم طون كنخدم في الرياضيات. كنت لحقت لكم فعلا واحد الصوره اللي فيها العرض ديال جوج ديال المواد، كاين ماده اللغه الفرنسيه وكاين ماده الرياضيات. دابا في اول الحصه هذه غادي ندير لكم حصه تجريبيه للعرض، يعني كيفاش غادي نشرح لكم في العرض، يعني كيفاش غادي نخدم معكم اللي تسجلوا في العرض. فريمون راه المقاعد المحدوده، اللي بغى يتسجل راه عندنا الرقم ديالي هذا، غادي يصيفط ليا كلمه عرض في الواتساب. بالنسبه لطريقه شرح الدروس ديال الرياضيات داخل العرض، يعني كيفاش غنشرح لكم في العرض، الناس اللي يدخلوا العرض كيفاش غنشرح لكم. فريمون كاين اللي كيقول لك دابا كنتحدث على الباك اداب وعلوم الانسانيه والتعليم الاصيل سيتيرا، كاينين بالنسبه للمواد، بالنسبه للعلميين لحد الساعه باقي ما درتش العرض، لان عندي بزاف ديال المسائل اللي عندي في الفرنسيه وعندي المسائل اخرى. اللي بغيت يسجل في الفرنسيه حتى هو سي ميم شوز، غادي يصيفط لي كلمه عرض ويصيفط لي الماده واش الرياضيات ولا الفرنسيه، ولا يمكن ليهم يكونوا بجوج. بالنسبه لطريقه شرح الدروس ديال الرياضيات داخل العرض غنقولها لكم انا. دابا غادي ندير لكم واحد المثال، يعني غندير لكم واحد المثال كيفاش كنخدم معاكم، تبعوا معايا مزيان باش انكم تستافدوا. دابا في اول انا كنخدم معاكم وفق يعني الامتحان الوطني او الجهوي. دابا بالنسبه للرياضيات كيكون امتحان جهوي، وبالنسبه للفرنسيه حتى هو كيكون امتحان جهوي. بالنسبه كيفاش غادي نخدم معاكم دابا اذا بالنسبه كما قلت لكم غادي نخدم معكم وفق امتحان وطني. الا جبنا سيدي هذا الامتحان الوطني، الا جبنا الامتحان الوطني غادي نحجر الكاميرا عنده باش انكم تشوفوا. يعني شوف في الامتحان الوطني كاين التمرين الاول كتكون عليه 5 ديال النقاط. ما تقولوش لي راه الرياضيات ما عامل قالها واحد، راه هاد الرياضيات تقدر انك تنجحك تقدر تطيحك، حيتاش 0.01 الا خصاتك راه ما غاديش تنجح ولد الناس ولا بنت الناس. اذا اول حاجه كتكون عندها 2 ديال النقاط ولا 1.5 حل في المعادله التاليه. كيفاش غادي نحلوا هذه المعادله؟ كاين يعني الناس هاد التمرين هذا كيخلعوهم سي لا مشوز المتزايده مشوز، يعني الداله اون بليس سا، يعني سي لا مشوز يعني التمرين الاخر اللي هو الاحتمالات. اذا كما قلت لكم غادي نخدموا على هاد التمرين هذا. اول حاجه غنخدموا عليها غنخدموا على السؤال الاول، ياك تتفهموا عاد ننتقل للسؤال الثاني، تتفهموا عاد ننتقل للسؤال الثالث. يعني هاد الطريقه دي باش غادي باش غنخدم معكم ان شاء الله بحول الله الناس اللي يدخلوا للعرض. وبالنسبه للعرض راه غادي نشرح لكم اللي صفت لي يعني الكلمه ديال عرض مع الماده اللي غادي يدير، وان شاء الله بحول الله نوريه يعني العرض. دابا تبعوا معايا. اذا شوف اول درس كيتحط في الامتحان الجهوي هو المعادله، كيقول لك حل في حل مع حل يعني في اغ المعادلة يعني التالية، شنو هو اغ؟ شحال منكم كيقول شنو هو اغ؟ ما كنعرفش شيخ. الاغ كنعنيو به الاعداد الحقيقية، الاعداد الحقيقية يعني هاد الاعداد الحقيقية فيها اعداد سالبة عفوا موجبة من 0 1 2 الى اخره، وكيكون عاوتاني اعداد سالبة يعني من 0 ناقص 1 ناقص الى ناقص ما لا نهاية، هنا الى زائد ما لا نهاية، هنا الى ناقص ما لا نهاية. دابا نقول لكم واحد القضية، الله يجزيكم بخير. المعادلة كنتو اللي قراوها، كنتو قريتوها على اكس زائد اي 2 كتساوي مثلا 0 ولا كتساوي 10. هاد الطريقه هادي كنا كيفاش كنحلوها، هادي معادله من الدرجه يعني الاولى، يعني عندها واحد المجهول، واحد من الدرجه الاولى واحد المجهول. شنو هو؟ اش كنديروا؟ كنديروا اكس هذا كنديو لهاد الجهه هادي كتساوي ليا ناقص اي 2. مزيان، هذا ما كيهمناش، فقط بغينا اننا نوضح لكم بان هاد المعادله هادي يعني سهله من الدرجه الاولى، ما عندكمش الشباب، يعني عندكم من الدرجه الثانيه. شنو من الدرجه الثانيه؟ كيكون عندنا جوج ديال الاكساس على العزيزه. مزيان، بالنسبه للمثال نقول لكم المثال، كاين الشكل ديالها وبيان لا فورم ديالها كيكون ا، ياك
اكس اس ان مثلا اف زائد بي اكس زائد سي، يعني زائد سي كتساوي ليا صفر، كتساوي ليا صفر. هذه هي المعادلة من الدرجة يعني الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. نعطيكم سيدي مثال، مثلا سيدي نعطيكم مثال، 2 اكس اس 2 زائد 3 اكس، هاد يعني هاد اكس كيبقاو، يعني هاد اللي كتبت بالحمرين دابا هما كيكونوا اعداد، مثلا ا عدد ان عدد ب عدد سي عدد، كيكون عندنا جوج ديال المجاهيل فقط، جوج ديال المجاهيل يعني كنسميوها من الدرجه الثانيه. زائد يا اما هنا كيكون زائد ولا ناقص سي واحد العدد، يعني ناقص زائد مثلا واحد او بيان ناقص واحد بحال بحال، كتساوي صفر. مثلا نعطيكم واحد المثال اخر، مثلا مثلا 3 اكس اس 2 زائد مثلا 4 اكس ناقص 2 كتساوي ليا صفر. هذا مثال، مثلا سيدي كيكون عندنا اكس اس 2، فينا هو ا هنا، فينا هو راه مضروب في واحد، هو مضروب في واحد راه باين، يعني ا واحد مزيان، زائد 2 اكس زائد مثلا 3 كتساوي ليا صفر. يعني هذه هي معادله من الدرجه الثانيه. عندنا جوج ديال المجاهيل، عندنا مجهول وعندنا مجهول مجهول مجهول، هذه هي كنسموها يعني من الدرجة الثانية. يعني كيفاش كنحلوها، كيفاش كنجاوبوا على هذا السؤال؟ كتكون عندي جوج ديال النقاط الشباب، جوج جوج جوج، عرفت شنو هو جوج؟ راه جوج راه مزيانة ليك اسيدي، جوج ديال النقاط يعني جوج ديال النقاط. كيفاش تبع معايا الله يجازيك بخير، غادي ناخذوا هذه، غادي ناخذوا هذه نيت هذه الأولى، غادي ناخذوا هذه الأولى اسيدي مزيان. قال لك اسيدي في اف دائما انتم فكروا بانه ان شاء الله بحول الله الامتحان بقى ليه والو، الله يجزيكم بخير اللي بغيت تشرف العرض مرحبا بي. هكا كيفاش كنشرح لكم، ما فهمتيش نعاود لك اسيدي نشرح. اول حاجه باش انا لنحل المعادله من الدرجه الثانيه، اول خطوه كنديروها، اول خطوه هي حساب المميز. المميز شنو هو المميز اسيدي؟ بلا ما تمشي بلاتي بلاتي، شوف 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 بقى معنا الله يجزيك بخير، بلاتي بلاتي ما تخلعش. المميز راه ساهل اسيدي، شنو هو هذا المميز؟ هذا هو الدلتا، هذا كنسميوه الدلتا. الدلتا شحال كيساوي ليا سيدي؟ شحال كيساوي؟ كيساوي ليا بي ياك اس 2، بي اس 2 ناقص 4 اس. وانت دابا سي سي سيدي فين جبتي لينا هاد الدلتا هذا؟ هادي استاذ هي قاعده، هاد بي هذا فين هو؟ هاد بي فين غادي نلقاو بي؟ فين غادي نلقاو ا؟ فين ها هو يا سيدي؟ ها هو فين هو؟ اش قلت لكم هنا؟ قلت لكم ا، الا قلت لكم فين هو ا هنا غتقولوا لي ها هو في 2 اللي مضروب في الاول، اللي مضروب في اكس الاولى، فين هو 2؟ واش 2 هو بي؟ لا هو ا. مزيان، او بي فين هو؟ ها هو 3، بي هو 3، يعني غادي ناخذوا هاد بي هذا نضربوا في 2 كتساوي 3 ياك. واش الاشاره ديالو شنو هي؟ زائد، هيا باين مع الاشاره ديالو الله يجزيكم بخير، 3 اس 2 هادي زائد يعني الاشاره ديالو، ناقص 4 هادشي او سي. اش شنو هو الاشاره اللي بيناتهم؟ راه مضروب، واخا ما كاينش استاذ لو استاذ واخا ما كاينش، راه باين 4 فين هو؟ ا فين هو؟ ا فين كيكون؟ في البديه ها، يعني 2 مضروب في 2 في السي، فين هو هاد السي؟ ها هو باين واحد مزيان الله يجزيكم بخير. يعني كنديروا العمليه عاديه، 3 اس 2 هي 3 مضروب في 3 يعني هي 9 مزيان، ناقص 4 مضروب في 2 هي 8 مضروب في 1 هي 8، يعني 9 ناقص 8 مزيان، 9 ناقص 8 هي 1. تبع معايا دابا استاذ، دابا لقينا الدلتا حنا هو 1، دابا عندنا ثلاثة ديال العلاقات، دلتا ياك، شوف دلتا عندنا ثلاثة ديال العلاقات هنا، تبع معايا، إلا كان دلتا أكبر من صفر، إلا كان دلتا كيساوي ليا صفر، إلا كان دلتا أصغر من صفر، ياك، تبع معايا، هاد دلتا دابا عرفته هو حساب المميز، هو هذا القاعدة ديالو، القاعدة ديالو هي هادي، بي أس 2 ناقص 4 أس، مزيان، هاد دلتا هذا دلتا يعني الا كان اكبر من صفر استاذ كنقولوا هذه المعادله، هذه هذه المعادله هذه عندها تقبل حلين، تقبل حلين، تقبل حلين، صافي تقبل حلين، المعادله تقبل حلين.
عقل على هذا الشيء الله يجزيك بخير، اللي هو اكس واحد و اكس جوج. غنقول لك استاذ فين كيفاش كنديروا هاد اكس واحد و اكس جوج؟ مزيان، دابا عندنا هذه الا كاينه صفر تقبل حل وحيد هذا اللي عند فقط، هذا الحل اللي كاينين هنا. الا عندنا دلتا اكبر من صفر، الا حسبنا هذا وخرج لنا مثلا اكبر من صفر، يعني تقبلوا حلين اللي هما حل اكس واحد و اكس جوج. الا عندنا دلتا يعني كتساوي صفر، يعني كنديرو تقبلوا حل وحيد اللي هو اكس. الا عندنا دلتا اصغر من صفر ليس لها حل، بلا ما تعذب راسك هنا، ليس لها حل. فو كنتمنى انكم تفهموا. دابا غادي تجيو معايا لهنا، سمحوا لي غادي نمشي هذا السؤال، راه باين دابا السؤال اللي خدامين عليه. غادي نديرو هنا حل في ار المعادله، هذا اللي خدامين عليه دابا، اللي فيه جوج ديال النقط، واحد ونص جوج النقط. دابا نقول لكم واحد القضيه الشباب، اسمحوا لينا. دابا هاد الدلتا هذا اللي لقينا شحال لقينا فيه؟ لقينا فيه واحد، ها يعني هاد واحد هذا واش اكبر من صفر ولا اصغر من صفر استاذ؟ اكبر من صفر، اكبر من صفر. هادي قاعده حتى هي، الله يجزيكم بخير، هادي راه ضروري تعرفوها. اذا هاد الدلتا هذا اش قلنا؟ هنا اكبر من صفر كنقلبوا عليه، اكبر من صفر اكبر، ها هو يعني عندها حلين. هاد الحلين اشنو هما؟ يعني هاد المعادله غادي نقولوا المعادله بما ان دلتا يساوي واحد اكبر من صفر، فان المعادله تقبل حلين. اشنو هما هاد الحلول شباب؟ هادي عاوتاني قاعده، هادي قاعده عاوتاني، اكس واحد كتساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنان ا، ياك هذا اكس واحد. اكس جوج اش كنديرو هنا؟ غير كنبدلو فيه هاد الاشاره، هادي كيكون ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنان ا. راه اللي شوف اللي دابا اللي دخل معنا العرض دابا راه غادي نشرح ليه هذا الشيء بالتفصيل. دابا راه غير بغيت ندير لكم حس كيفاش غادي نشرح وصافي، هذا الشيء غادي ندير لكم بالتفصيل ان شاء الله بحول الله. استاذ فين غادي نجيبوا هذا ناقص بي في اش الجذر دلتا؟ ما عرفناش شنو هو الجذر. الجذر استاذ الجذر شنو هو؟ مثلا قلت لك جذر 16 كتساوي اش؟ يعني كنقول لك اودي العدد في نفسه يعطيني 16، شنو هو؟ مزيان حسن جدا، هو 4. ما غاديش نديرو هنا 4 مضروب في 4، راه عرفنا غنديرو غير 4، جذر 16 هو 4. إلا قلت لك اسيدي جذر 25، يعني العدد في نفسه غيعطيني 25، شنو هو؟ 5، هو 5. واش فهمتوا؟ كنتمنى انكم تفهموا، خزبت عليكم في هذا الفيديو هذا، ولكن بالنسبه للحصص ديال العرض ما يمكنش ننزل معكم عليكم، عفوا، يعني ضروري اننا نمشي دقه. مزيان، دابا عندنا هاد الاداه غادي نحاولوا خوا غادي نحاولوا نمسحوا. دابا نتمنى انكم تفهموا هذه، غادي نمسح هاد الجهه هذه، غيبقى لينا غير دلتا، يعني اصغر باردون، يعني الدلتا كيساوي ليا دلتا كيساوي ليا واحد، يعني اكبر من صفر. يعني عندنا جوج ديال الحلول، قلنا هاد اكس واحد ما غاديش نعاود عاوتاني هاد القاعده باينه، ناقص بي، فين هي ناقص بي؟ ها هي، هاد بي هذا واخا كاين هنا زائد، غادي نديرو ناقص، فين هو؟ ها هو، زائد 3، ولكن هذا غادي نحولوه، يعني حيت هاد ناقص قاعدة فيه، ناقص 3 ناقص، أشنو هو جذر دلتا؟ جذر دلتا اللي هو يعني واحد، جذر واحد، ها؟ دائما ملي كيكون عندنا جذر واحد، هو قلنا جذر واحد على اش؟ على اثنان منزا، فينا هو ا؟ منزا ا، يعني مشيها فينا هو يعني اثنان مضروب في اثنان، هذا هو ا في اثنان، مضروب في اثنان. فين جبنا هاد اثنان واثنان؟ فين جبنا هاد الشيء؟ كلشي من هنا من المعادلة كتساوي ليا، ياك يعني ناقص ثلاثة، ياك مع يعني جذر واحد. اشنو هو جذر واحد؟ جذر واحد الصدر راه باين اللي هو واحد، واحد نفسه جذر واحد هو واحد، حيت إلا ضربنا واحد مضروب في واحد عطينا واحد، يعني جذر واحد هي واحد. إذا ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص واحد اللي كتساوي ليا
يعني هي ناقص 4. إذن اثنان في اثنان هو 4، اللي هو 4 يعني اكس واحد كيساوي ليا ناقص واحد. إذا قسمت ناقص 4 على 4 غادي يعطينا ناقص واحد. يعني دابا لقينا الحل ديال اكس واحد، الحل الاول هو ناقص واحد. غادي نمشيو دابا نلقاو اكس اثنان اللي كتساوي ليا العكس. دابا اش قلنا هنا؟ هنا درنا ناقص، هنا غادي نزيدو زائد، غادي نعاود هاد الشيء اللي غادي نعاود. ناقص 3 ناقص جذر 1 على 2 مضروب في 2، فقط غادي نزيد هنا واحد الشطر باش تولي زائد. يعني شوف قلنا ناقص 3 زائد 1 على 4 يعني كتساوي ليا. اذا ناقص 3 زائد 1 اش كنديرو؟ كنديرو اشاره العدد الاكبر، ها هي كنديرو 3 ناقص 1 اللي هي 2 على 4 اللي كتساوي ليا هي يعني اشنو؟ اذا قسمنا هذا على 2، الى قسمنا هذا على ناقص 2 ونقسموا هذا على ناقص 2، هذا يعطينا 1، هذا يعطينا 2، يعني ناقص 1 على 2. اذا اكس 2 راه لقيناه اللي هو ناقص 1 على 2. هذا الشيء اللي كاين اش كنديروا؟ كنديروا مباشره هذا الشيء، راه نتمنى انكم تكتبوه. اللي داروا اللي غيدخل معنا العطر غادي نشرح هذا الشيء مازال تفصيل الممل. غادي هذا الشيء دابا اللي قلت لكم غادي نعاودوه، فدائما غنعاود لكم المعادلات ديال هذا الشيء. دابا راه هذه المعادله دابا راه ديال الامتحان الوطني باطون الجهوي اللي تعطى الباك احرار ياك. بالنسبه لهاد اش كنديروا ملي كنوصلوا لهادو، ها اكس واحد ها اكس اثنان. اذا حلول المعادله هما اكس واحد كتساوي ناقص واحد و اكس جوج كتساوي ناقص واحد على جوج. هاد الجمله ضروري انكم تكتبوها. اذا كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله، وغادي نحاول ان شاء الله بحول الله اللي يدخل معنا العرض اللي بغى يدخل مرحبا به. هكا كنشرحوا بالتفصيل الممل، راه غير ما كاينش الوقت ما راه بالنسبه في العرض راه كنعاودهم، كندير لكم مثلا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى وكان تفهم ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه لهذا الشيء ان شاء الله بحول الله راه غادي نعاودوه اللي جا دابا العرض ان شاء الله بحول الله، غادي نحاولوا نعاودوه وغادي يفهم ان شاء الله بحول الله. والسلام مشوز مع اللغه الفرنسيه لي الناس بزاف لي تخلعوا منها. كاين دابا اللي ما باقي ما بداش نرجع راه باقي الوقت استاذ، دخل معنا باش انك تستفد وان شاء الله بحول الله ما يكون غير الخير. اذا شكرا على المشاهده، لن تنسونا من صالح الدعاء ديالكم. بالنسبه كنتم معنا مع طريقه الشرح في العرض، يعني الطريقه اللي غادي نشرحوا فيها في العرض، الطريقه هذه اللي غادي نديروا ان شاء الله بحول الله. بالنسبه عندنا ماده الرياضيات والفرنسيه، العرض اللي عندنا كاين ماده الرياضيات والفرنسيه، اللي بغيت تشري في هذه المواد هذو بثمن مناسب خلال ما تبقى، يعني راه الامتحانات كيقربوا كل نهار كيقربوا، يعني عجل كاين اللي تالف، اللي مازال تالف، اللي مازال يعني ما بداش المراجعه في هذه المواد هذو ولا تالف ولا هذا. بالنسبه لمدينه اكادير راه غادي نديروا معكم حضوري، بالنسبه للمدن الاخرى غادي نديروا معكم عن بعد، يعني اي في هذه المواد هذو غنشرح لكم بطريقه جد مبسطه. اذا يعني هذه الطريقه هذه اللي كنتوا معنا. الراغبين في التسجيل المرجو الاتصال بنا، يعني 06 28 91 14 53، فقط ارسال كلمه عرض زائد الماده اللي بغيتي دير فيها الدعم ياك على الواتساب. كنتمنى لكم التوفيق، كان معكم محمد تيوس.